تواصلنا المباشر معكم مستمعين مازال مستمر ودائما رفقة الدكتور عزيز سلامي طبيب اختصاصي في علاج أمراض النساء والتوليد. أهلا بك دكتور. شكرا سيدة سناء، شكرا على الاستضافة. مرحبا. اليوم موضوعنا غادي نتكلموا على انقطاع الحيض الأولي والثانوي. كنعرفوا على أنه كل شيء تعرف على أنه البنت ملي كتوصل سن البلوغ يعني كتجيها الدورة الشهرية، ولكن بعض الحالات اللي واخا تيفوتوا سن البلوغ المفترض ما كتجيهمش الحيض نهائيا، وحالات ديال السيدات اللي كانت كتجيهم الحيض يعني بانتظام ولكن من بعد انقطعت عليهم سواء الأشهر أو السنوات واخا أنهم مازال ما وصلوش يعني السن يعني سن متقدم سن انقطاع الدورة الشهرية المعروف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كاين جوج الحالات، كاين الحالة ديال عدم حدوث الحيض هذا هو الأولي، وكاين حالة ديال انقطاع الحيض هذا هو الثانوي، يعني كتكون السيدة فاتها جاتها الحيض ديالها يعني الدورة الشهرية وبواحد السبب إما عضوي ولا وظيفي انقطعت عليها الحيض، هذا كتسمى ثانوي. وكاين الحالات اللي هو أنه من البلوغ أو في حالة عدم البلوغ كي ما كيوقعش الحيض عند الفتاة أو عند السيدة، يعني ما عمرها شافت الحيض، هذه كتسمى عدم الحيض، يعني كتكون أولية. فنطرقوا عدم الحيض الأولي. هذا عدم الحيض الأولي يعني كيقدر يكون إما عضوي وإما وظيفي. العضوي كتصيب بعض الحالات كيتزادوا فتيات ملي كيوصلوا للبلوغ كيوقع عندهم الحيض، غير هو كيتجمع في المهبل حيت كيكون البكارة غشاء البكرة مسدود، ما فيش ثقب اللي كتخرج الحيض. ما كينزلش. فهذه كتبقى تجمع لها في المهبل ديالها الحيض، وكتبدا تعطيها آلام وانتفاخ في السمو، اللي كنضطروا من بعد التشخيص نقوموا بواحد عملية جراحية لفتح فتحة صغيرة في البكرة باش داك الدم كيقدروا يبدا يسيل. هذه يعني الحل ديالها نقولوا سهل. كاين كذلك فتيات كيخلقوا خلقيا ما عندهمش المهبل نهائيا، فما كاينش منين يهبط داك الحيض من الرحم. هذه حالات كذلك يقدر يكون عندها حل جراحي. كاين حالات كيزدادوا فتيات ما عندهمش رحم اصلا، فهذه ما عمرها يكون عندها الحيض وما عندهاش حل، لان ما كاينش رحم، تشوه خلقي يعني زياده بدون رحم، فما عندهاش رحم يعني ما يمكنش يكون عندها علاج. كاين كذلك حالات نادره ولكن موجوده ديال الخصيه المؤنثه تيستيكول فيمينيزون، كتكون هي في الصبغيات ديالها يعني ذكر، ولكن الحاله ديالها ملي كتشوفها يعني الاعضاء الجنسيه ديالها كتبان كفتاه. علاش؟ لان داك الخصيه المؤنثه كتجعلها تزاد بانها فتاه ولكن ما عندها لا رحم لا مهبل لا مبيضين، لا لا، لان الاعضاء الجنسيه ديال الفتاه ما عندهاش، لان هي اصلا يعني في التكوين ديال الصبغيات ديالها هي ذكر اصلا، ولكن داك الخصيه ديالها اللي كتقدر توجد في تحت العانه ديالها داك الخصيه كتكون مؤنثه، ما كتديش الوظيفه ديالها باش داك الجنين يمشي للذكورة وتكون عنده الأعضاء الجنسية ديال الذكر. فهذه حالات كاينة نادرة، ولكن الفتاة اللي كتشوفها يعني عندها هيئة فتاة ولكن هي أصلا هي ماشي فتاة، هي ذكر في الأصل عندك الخصية المؤنثة. دونك هذه حالات العلاج ديالها كيكون أنه تربات كفتاة وأعضائها الخارجية كفتاة، فكتعيش كفتاة يقدر دار لها جراحة للتحويل باش يكون عندها مهبل، لانه كيخلقوا ما عندهمش مهبل. هذا بالنسبه لهما الاسباب اللي هي عضويه. كاين كذلك حالات اللي هي ماشي عضويه، كتكون اصابه في الصغار مرض داء السل اللي مازال منتشر عندنا في البلاد ديالنا، اللي كيعطي التصاقات في جوف الرحم اللي كيؤدي لانه واخا كتبلغ الفتاه ما كيوقعش عندها حدوث ديال الحيض. كاين كذلك واحد التشوه خلقي جيني او نقولوا بالصبغيات، يعني فتيات كيخلقوا عندهم نقص واحد الكروموزومات الجنسيه، يعني كيكون عند الفتاه جوج ديال الكروموزوم اكس اكس، يعني 46 كروموزوم يعني اكس اكس، هما كيخلقوا عندهم 45 كروموزوم، يعني كيكون عندهم اكس واحد ماشي جوج، واللي كيتسمى سيندروم دو تورنير. هذاك سيندروم دو تورنير تاهما ملي كيكبروا كيبقاو هما قصار في القامه ديالهم وما كيوقعش عندهم حيض، لان عندهم الخاصيه في الصبغيات اللي كتجعلهم ما يكونوش عاديين.
كاين كذلك بعض الحالات ديال اللي كيكون تاخر في البلوغ. الفتاه كتوصل حتى ل 14 سنه، هذا هو السن العادي نقولوا ديال البلوغ. ما بين هما من 14 حتى ل 17 سنه عاد كيبقى عندهم بلوغ او كيقدروا يفوتوا حتى كتاثر في البلوغ. هذوك اللي كيتاخروا البلوغ كيكون يعني جسمهم يعني كيبقى ديال البنت مازال ما بلغتش، الوغ الحالات الاخرين اللي تكلمنا فيهم كيكون عندهم العلامات ديال البلوغ كاينين ولكن الحيض ما كايناش. فهذوك كيكون عندهم تاخر البلوغ، يعني عنده خص يكون تشخيص ومن بعد عنده العلاج ديالو. هذه بالنسبه للمسائل اللي هي العضويه. كاين كذلك في غير هذا تاخر البلوغ كاين بعض الاورام في الدماغ او انتفاخ ديال الدماغ الهيدروسيفالي اللي كيقد يؤديو بعض المرات لعدم حدود الحيض يعني الاولي. كاين كذلك واحد الحالات ديال تحت المهادي او الوطاء يعني اللي هو ليبوتالاموس، واحد الناحيه في الدماغ ديالنا اللي كتعطي عاده الاشاره للغده النخاميه اللي كتفرز الهرمونات ديال الاف اس اش والال اش اللي كيعطيو الاشاره للمبيضين باش يخدموا في الوظيفه ديالهم وباش يعطيو الاشاره للرحم باش يكون رحم يعني بالغ بحال كما كتبلغ الفتاه. كتبلغ الفتاه ما عمرها كتشوف الحيض، علاش؟ لانه هذاك لاكس ذاك الطريق اللي هي من الغده النخاميه حتى للمبيض حتى للرحيم يعني ما كتاديش الوظيفه ديالها، لانه ما كيوصلوهاش الاشارات من هذا الوطاء يعني ليبوتالاموس. فكتبقى كتشوف السيده هي امراه يعني بالغه في الجسم ديالها، ولكن ملي كتكتشف عليها كتصيب الرحيم ديالها صغير ديال الفتاه، رحيم طفولي يعني. والمبيضين كذلك يعني كيبقاو صغار يعني مبيضين طفوليين. هذا عندهم علاج، كنعطيو ادويه اللي كتكبر الرحيم باش كيوصل لواحد الحجم ديال فتاه ديال المراه بالغه. ومن بعد كنشطوا الاباضه باش لانه كما قلت لك ذاك الطريق من الغده النخاميه المبيض للرحيم ما خداماش في هذاك الخلل. فاحنا كنقوموا بادويه باش علاج الحاله، وكيقدر يوقع فيها الحمل ويوقع فيها الولاده بدون اشكال. واخا هذه كلها حالات عضويه ديال عدم الحيض الاولي. هذا الحيض الاولي. نمشي بالنسبه للوظيفيه، حتى قسمتي لنا ما بين عضوي ووظيفي. ملي قلنا التاخر ديال البلوغ راه وظيفي. راه ملي قلنا هذاك الغده ديال تحت المهاد او الوطاء ما كيعطيش الاشاره للغده النخاميه، هذا راه وظيفي. العضوي هما اللي تكلمنا عليهم قبل، انه انسداد اما غير موجود رحيم، انسداد في غشاء البكاره، ما فيش فتحه منين تخرج الحيض، هذوك هما اللي عضويين. اما هذو اللي نوما ديال تاخر البلوغ ولا هذه اللي ذكرنا ديال تحت المهاد اللي ما كتعطيش الاشاره للغده النخاميه، هذه هي وظيفيه. وظيفيه. عضويه ولا وظيفيه دكتور، يعني هذا عدم الحيض الاولي واش من بين الامور الصعبه يعني التعامل معها من حيث العلاج والتشخيص ديالها، ولا على حسب حاله على حيث؟ كل حاله كما قلت لك كاين التشخيص ديالها وكاين العلاج ديالها. يعني الا جينا نطرقوا للتشخيص والعلاج قبل ما ندوزوا لقطاع الحيض الثانوي نقدروا نفصلوهم هكذا بجوج ديال المسائل. كما قلنا لان هي كانت عندها غير غشاء الرحم غشاء البكاره مسدود، هذا كنقدروا نديروا عمليه جراحيه كدير فتحه في غشاء البكره وكتبدا تسيل عندها الحيض ديالها عادي، لان كتكون غير مجموعه في المهبل. الحاله اللي هي كتخلق بدون رحم ما عندهاش علاج. الحاله اللي هي كتخلق عندها الخصيه المؤنثه، يعني ما كاينش علاج باش تولي كتجيها الحيض لان ما عندهاش رحم اصلا، وهي اصلا يعني في الصبغيات ديالها ماشي فتاه، هي ذكر. كاين الحاله اللي كنقولوا عندها التاخر ديال البلوغ، فهذه كنعطيو ادويه اللي كتساعد باش يوقع البلوغ. ملي كيوقع البلوغ كتولي الفتاه بالغه وكيولي عندها الحيض ديالها والمسائل. بالنسبه لهذه الحاله اللي قلنا ديال الاشاره اللي ما كتوصلش للغده النخاميه من تحت المهاد يعني الوطاء ليبوتالاموس، عندها علاج عاده بواحد الاله كتسمى لا بومبا ال اش اي اش. مي هذيك الالام ديال لا بومب اي اش اي اش اللي كتعطي افرازات ديال بحال اللي كتفرز هذيك الغده ما متوفراش عندنا في المغرب،
كنسلكوا السبيل في العلاج بطريقه اخرى، يعني كنعطيو ادويه ديال الاستروجين باش نكبروا الرحم اللي كيوصل لواحد مده 3 شهور 3 شهور، ملي كتوصل ذاك الرحم كيبقاش طفولي كيولي رحم عنده واحد الحجم ديال امراه بالغه، كنقوموا بتنشيط الاباضه، وملي كنشطوا الاباضه الى وقعت الاباضه كيقدروا يوقع حمل. هذا بالنسبه للمسائل اللي قلنا ديال عدم الحيض الاولي الاولي. إذا سمحتي دكتور غير واحد النقطة قبل ما نمشي ونقطع الحيض الثانوي، بالنسبة لهذيك العملية أو لا يعني الفتحة في غشاء البكرة باش كينزل هذاك يعني الحيض، وما يعني البنت ما كتفتحش ليها البكرة ديالها، يعني غير واحد الفتحة وما كتفتحها صغيرة صغيرة باش دوز الدم، ولكن كتبقى عندها البكرة ديالها، كتبقى يعني محافظة على البكرة ديالها. واخا دكتور حيت ما كاينش حل اخر، شنو تخليها مسدوده تبقى الحيض كتجمع لها في الفرج ديالها وكتعطيها الام وكتعطيها كيكون مضاعفات مضاعفات بطبيعه الحال بطبيعه الحال. واخا اذا ندوزو دابا انقطاع الحيض الثانوي ياك دكتور. واخا بالنسبه للحيض انقطاع الحيض الثانوي الشابه يعني كتكون كانت كتجيها الدوره الشهريه كانت كتجيها الحيض الشابه او المراه او للمراه او المراه اما شابه مازال ما مزوجاش او مراه مزوجه وكانت كتجيها الحيض شهريا او ماشي شهريا ما منتظماش وانقطعت عليها الحيض فعلا كتسمى انقطاع الحيض الثانوي. اول تشخيص كنقوموا به في هذه الحاله هذه هو واش ما كاينش حمل، لانه الحمل شي تسبب انقطاع الحيض ما كاينش حيض ملي كتحمل المراه كتنقطع عليها الحيض. فاول تشخيص كنقلبوا عليه واش المراه حامله ولا لا، واش المراه حامله ولا لا. ملي كنشوف بان المراه ما حاملاش خصنا نقلبوا على الاسباب علاش انقطعت عليها الدوره. علاش انقطعت عليها الدوره ولو مثلا شهر ولا شهرين كيكون إذا انقطعت عليها شهرين كتسمى انقطاع ديال الدورة شهرين. إذا انقطعت ثلاثة شهور انقطاع ديال الدورة شهرين. كاين واحد استسهال إذا سمحت دكتور، كاين واحد استسهال يعني ما بين السيدات هو أنه حتى كطول المدة مثلا ديال شهرين غتعطي المدة. لا شهرين. لا شهرين. لا ربما. إلا عادة كتجيها منتظمة كل شهر وما جاتهاش شهرين عندها تأخر ديال شهر. يعني هي معناتها ما جاتهاش شهرين، فهذه حالة ماشي عادية. فوقاش كنتعاملوا معها نقدروا نتسناو مدة أطول، اللي كيكون عندهم عادة تاخر في الحيض ديالهم عندهم ما منتظماش كتجيهم على شهر شهرين ثلاث شهور عندهم اضطراب هرمونات اللي كيؤدي انه بحال مثلا فتاكي وسط المبيضين متعدد كيكون عند اختلال في الدوره. هذا الاختلال في الدوره كيؤدي انه الحيض كتجي على شهر شهر ونص شهرين ثلاث شهور. فكنديروا التشخيص اذا كان هذا هو السبب ديال يعني تاكي وسط المبيضين متعدد، كنقوموا بالعلاج ديال العلاج ماشي ديال هذا التكيس لان ما عندوش علاج، انه هذوك مبيضين هكذاك كنقوموا بعلاج المشكل وهو كنعطيو ادويه اللي كتنظم الدوره. اذا ولو تنقطع الدوره الشهريه ولو شهر ماشي حاجه عاديه ضروري ماشي عاديه لا ماشي عاديه، يعني العاديه ومثلا كتجي منتظمه كل شهر خصها تجي كل شهر، يعني من تاخرت بواحد شهر اخر هي كاين شي سبب علاش تاخرت. هذه نزيدوها على السلوكات الخاطئه اللي كنت صححتيها من قبل على اساس يعني ملي كنا كنتكلموا دائما على بالنسبه لكاين بعض السلوكات اللي كتكون خاطئه واللي كنحسبوها عاديه كنحسبوها عاديه بحال الم الحيض بحال الم الحيض عند الفتاة الم الحيض عند الفتاة كيحسبوها عاديه. واذا كان الم اذا كان الم عادي فخصني نمشي عند الطبيب يعطيني الدواء باش يجي الم، لانه ما عنديش شي حاجه عاديه ماشي عادي انه يجي يعني الم ديال الحيض فعلا. هذه استثناها يعني ولات كتجينا عاديه حين انه ماشي عادي اول مره غنسمعها معاك هي كتقدر تكون كثيره ولكن ماشي عاديه. هاد المساله كثيره ماشي معناتها عاديه. الناس راه ماشي عادي عنده اشاره اي خلل راه ماشي عادي. يعني كيكون عنده واحد السبب وكيقدر يكون عنده علاج، ولكن كيقدر واحد الخلل يكون كثير كيتشاف بزاف في الحالات. مثلا مرأة حامله عندها تقيؤ مساله كثيره ماشي عاديه. فبزاف الناس كيحسبوا ان التقيؤ في الحمل في الشهور الاولى مساله عاديه. لا مساله كثيره كثيره ماشي معناتها عاديه. كما الم الحيض عند الفتاه او عند المراه مساله كثيره ماشي عاديه. كيف ما انقطع الحيض ولو شهر راه ماشي عاديه. راه مساله كتقدر توقع عندها اسباب وعندها علاج ولكن ماشي عاديه. واخا عاديه انه اذا كانت جايه منتظمه كل شهر خصها تجيها كل شهر. فملي كيوقع تاخر كاين شي سبب. وقفنا في انقطاع الحيض الثانوي بالنسبه للاسباب. بالنسبه للاسباب انقطاع الحيض الثانوي كتقدر تكون اسباب ديال امراض عامه ولا ديال امراض في الرحم او في المبيض او وظيفيه. بالنسبه للامراض العامه كاين مرض السل كما تطرقت له عده مرات، كنقول بانه للاسف مازال عندنا كثير في البلاد. فمرض السل كيقدر يؤدي الالتصاق في جوف الرحم والانقطاع ديال الحيض. كذلك تشمع الكبد
يقدر يعطي تغير في الجهاز ديال في الدوره وكيعطي كيؤدي للتوقف ديال الحيض. كاين كذلك نقص الوظيفه ديال الغده الدرقيه اللي بوتيغويدي كتقدر تعطي تؤدي لانقطاع في الحيض. كاين كذلك نقص الوظيفه ديال الغده اللي فوق الكلي اللي سورينال لانسوفيزونس سورينالين كتقدر كيكون نقص الكورتيزول كيقدر تؤدي لتوقف الحيض. كاين كذلك ملي كيكون هاد الغده اللي فوق الكلي اللي سورينال عندهم واحد الوظيفه مرتفعه بزاف لو سيندروم دو كوشينغ كيقدر حتى هو يؤدي لتوقف ديال الحيض. كاين كذلك الحالات اللي كيكون فيها وقع واحد الانخفاض ديال الوزن كثير بسوء تغذيه يعني كيكون حاله مجاعه نقولوا حاله مجاعه يعني مجاعه ولا حدا بالك كان ريجيم عشوائي او واحد الريجيم اللي هو فائت القياس يعني كتوقع الفدات يعني واحد الضعف كثير فهمتي داك لا دينيتريسيون كتقدر تؤدي حتى هي لتوقف الحيض. كاين كذلك اللي كيكون عندهم توقف الكلي المزمن يعني القصور الكلي المزمن اللي كيكونوا كيديروا الدياليز وديك الشيء هذا كيقدر حتى هما يوقع عندهم توقف في الحيض. كاين اللي مثلا تعرضوا لعلاجات كيميائيه لسرطانات الشيميوثيرابي كتقدر تؤدي لتوقف المبيضين عن الوظيفه ديالهم وبالتالي توقف الحيض. كاين هادو بالنسبه قلنا للمسائل الامراض العامه. كاين كذلك امراض يعني رحميه كلا تيبركلوز كتقدر تعطينا الى جات تصاب بها يعني مداء السل الى تصابت به المراه غير في الرحم ديالها كيقدر يعطي الالتصاق في الجوف الرحم ديالها كيؤدي لتوقف الحيض. كاين كذلك من بعد اجهاض الى وقع التصاق في الجوف الرحم كيقدر يؤدي لتوقف الحيض. كاين الاسباب اللي هي من المبيضين اما ورم في المبيض او التكيس المبيضين المتعدد اللي ذكرنا اللي كيقدر يكون في اما الحالات يقدر يكون فيها الحيض منتظمه تكيس المبيضين المتعدد. كاين حالات كتولي الحيض غير منتظمه وكاين في الحالات القصوى كيولي توقف الحيض يعني ما يعني ما كتجيهاش الحيض 6 شهور عام الا ما خداتش الدواء ما كتجيهاش الحيض وهي السبب كيكون عندها تكيس المبيضين المتعدد. فهذه كلها حالات من المبيضين. كاين كذلك من بعد الولاده ملي كتكون المراه كترضع يقدر يبقى منقطع عليها الحيض واحد المده مع الرضاعه حتى لتسع شهور حتى العام مع الرضاعه كتقدر تلقى الحيض متوقفه ماشي معناتها انه ما كاينش اباضه وما كاينش احتمال ديال الحمل. فالرضاعه ما كتقبضش ما كان ماشي مانع للحمل تكلمنا عليها فملي كتكون المراه كترضع يعني كتقدر تكون منقطع عليها الحيض ولكن في نفس الان يمكن لها تبيض واخا ما كيرجعش الحيض وتقدر تحمل شاش كاين الغيال. كاين حالات ديال الياس المحيض المبكر يعني مراه كتكون عندها 30 سنه كتمشي عليها الحيض لتوقف المبيضين من العمل ديالهم فهذا كيكون ياس المحيض المبكر مينوبوز بريكوس. كاين اسباب من الغده النخاميه مثلا المراه عندها الغده النخاميه كتفرز كثير ديال البرولاكتين يعني هرمون الحليب فهذيك الافراز الكثير ديال هرمون الحليب كيقدر يؤدي لخلل في الوظيفه ديال الاباضه ولكن كيقدر يؤدي في بعض الحالات التوقف الحيض نهائيا في لامينوري غالاكتوري امينوري توقف الحيض وغالاكتوري هي افراز الحليب. كاين كذلك واحد الحاله كتسمى لو سيندروم دو شيهان. هذا السيندروم دو شيهان كتولد المراه ومن بعد الولاده كيوقع لها نزيف حاد اللي كيوقع داك النزيف حاد كتوقع اصابه في الغده النخاميه اللي كتوقف عن الوظيفه ديالها نيكروز دو ليبوفيز. بهذيك الاصابه ديال الغده النخاميه كتوقف الغده النخاميه يعني افراز الهرمونات اللي كتسير الوظيفه ديال الغده الدرقيه ديال الغده فوق الكلي لي سورينال وكذلك ديال المبيضين فهادو كيحتاجوا علاج ديك الساعات ديال جميع هاد الغدد لانه كيتوقفوا على العمل ديالهم بسبب الاصابه ديال الغده النخاميه اللي كتوقف على العمل ديالها جراء هذا النزيف الحاد. يعني هذه حالات نادره ولكن كتوقع. هذه الاسباب دكتور اللي ذكرتي ولا هاد الامراض يعني واضحه اللي وراءها انقطاع الحيض الثانوي يعني كاين امراض وراء هذا الانقطاع ديال الحيض الثانوي.
ماشي بحال الحيض مثلا الاولي الا جينا نشوفه. بحال دابا تكلمت على الغدد الدرقيه، على امراض الكلي، على تشمع الكبد، يعني كيكونوا احيانا امراض اللي وراء انقطاع الحيض الثانوي. حتى في الـ في, الـ في عدم حدوث الحيض راه ذكرنا بان كاين اسباب، اسباب ولكن ماشي امراض. الا جينا نقارنوا حتى هي كاين فيها مثلا قلنا لا تيبركولوز كتقدر تؤدي للمرض السول، مرض السول كيقدر يؤدي. يعني ذكرتي بزاف ديال الامراض اللي كيكون سبب بالاسباب، يعني التشوه الخلقي راه هذاك مرض، يعني المرض زادت ما عندهاش رحم راه سبب. ولكن ماشي بحال الامراض مثلا اللي تكلم على السكري، على امراض الكلي، قلب. لا يعني الاسباب في الثانوي اكثر من الاسباب الاول. الامراض ديالها كتكون واضحه، يعني الا انقطعت الحيض ربطتيه بالعديد من الامراض، يعني بحال القصور الكلوي، بحال تشمع الكبد. الامراض اللي كتسبب في انقطاع الحيض الثانوي هي اكثر من الامراض اللي كتسبب في عدم الحيض الاولي. لكن انه كما تطرقنا للاسباب، الاسباب وكاين امراض، الاسباب وكاين صحيح في الحالتين بجوج، لا سواء عدم الحيض الاولي ولا انقطاع الحيض الثانوي. واخا مازال غادي نطرقوا للتشخيص والعلاج لو سمحت دكتور. ناخذوا المكالمات اللي معنا. معنا اول مكالمه رجاء من ناظور. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله رجاء. الله وبركاته. انا بزاف حشت ديال الخدمه معكم. مرحبا رجاء. كنتمنى ربي يوفقكم في البرامج ديالكم. الله يبارك فيك. مرحبا في مرحبا دكتور. عفاك دكتور، انا مزوجه. نعم لا مرحبا. يعني في الاول منين تزوجت كانت ما كتجينيش الدوره من الصدمه. ايه. المهم مشيت عند الطبيب وعطاني شي دواء صافي عليها حماليت. دابا ملي بغيت نزيد نولد انا وقع لي نفس المشكل. يعني كتجيني عاود الدوره من الصدمه. وبقى فيا شويه ديال الحليب، وشي مره يعني كيكون شي مره ما كيكونش. يعني وبغيت دابا كيما كيما يعني باش كيما قمتي مر الاولى بمتابعه طبيه وجاب لاتيسير وحملتي ولدتي، فخصك تقوم بنفس المساله هاد الان، انه عاوتاني بغيتي تعاود تولدي خصك عاوتاني تقوم بمتابعه طبيه باش تاخذ الادويه الضروريه كيما خديتي مر الاولى باش يوقع الحمل ان شاء الله. عندك عدم انتظام ديال الدوره، فربما عندك تكيس مبيض متعدد. مشيتي عند طبيب يمكن ياك رجاء؟ لا دابا باقا ما مشيت. مازال حيتاش كنت كنشرب ماني على الحال، صافي ملي قطعته دابا هادي شي 4 شهور يعني وقعت في نفس المشكل. يعني قبل ما نتزوج ما كانش عندي هذا المشكل ديال تاخر الدوره، حتى كنت يعني شربت ماني على الحمل في الاول. ماني الحمل ما عندوش سبب، ماني الحمل ماشي مسبب لهذا الشيء اللي عندك. ماني الحمل ما بريء من هذا المشكل. اذا تعاود يعني الحمل كيمنع الحمل. فمني بحيث ان المره الاولى كان عندك عدم انتظام في الدوره واستشرتي الطبيب وخديتي علاج وقع حمل، يعني معناتها المشكل اللي عندك مر الاولى اللي ساعدك بالادويه وحملتي به هو نفس المشكل اللي عندك الان، وخصك نفس المساعده بالادويه باش ان شاء الله تعاود تحمل. واخا ناخذ مكالمه اخرى. معنا فاطمه زهره من فاس. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور كبير لاباس عليك؟ الحمد لله لاباس فيك. اهلا مرحبا. لا حملك، انا كنت مزوجه وفاش كنت بنت معمر كان عندي مشكل في الدوره الشهريه حتى تزوجت. ملي تزوجت المهم قطعت عليا 3 شهور كيحسب بلي راني حامله، ومشيت للطبيب لقيت راسي ما حاملاش، ما عندي لا تكيس لا والو، عطاني الدواء. من بعد حملت، ملي حملت دفعه وقع لي في الخكوش، ما عندي لا تكيس لا شي حاجه. مؤخرا مشيت للطبيب قال لي عندك ارتفاع في الهرمون الذكوري، قال لي يعني حيت عندكم حيت عندنا غيرات في العائله، قال لي ما عمرك غادي ما عمر غيتقاد لك، زعما خاصك دابا تبقاي تاكلي غير الدواء باش تجيك الدوره الشهريه. من بعد الزواج وقع عندك ارتفاع في الوزن؟ شويه ماشي بزاف. حيت قلتي قبل ما تزوجي كانت عندك الدورة عادية، كانت عندي الدورة، ومن بعد ما تزوجتي ولات الدورة غير منتظمة. فيمكن حالات انه كاين بعض النساء، كاين حالات بعض النساء ملي كيتزوجوا كيزيدوا في الوزن، ملي كيزيدوا في الوزن عاد كيظهر المشكل ديال الخلل الهرمونات اللي عندهم، كيكون تكيس في المبيضين. شحال الوزن ديالك انا؟ دابا 62. ما عندكش ما عندكش وشحال الطول ديالك؟ 160. 160 دونك ما عندكش شي وزن زايد بزاف. خصك بالنسبه لانه عندك الدوره ما منتظماش تبع العلاج باش تنظم الدوره، ولا كان خاصك التنشيط ديال الاباضه باش يوقع حمل،
اللي قلتي في تحملتي جوج مرات وقع لك اسقاط، فماشي ماشي حيت وقع لك اسقاط انت ما غاديش تعاود تحاولي باش تحملي، تشوف الطبيب ديالك او الطبيبه ديالك باش اذا كان خاص بعض التحاليل وكشوفات باش يبحثوا علاش وقع لك الاجهاض مرتين وعنده علاج كتاخذ العلاج، ولا خاص تشد الاباضه باش يبقى حمل كتعاود تزاول وكتشوفوا حتى السبب ديال هذوك لي فوسكوش مثلا، وهو اللي قلت تحاليل وكشوفات باش تبحث على السبب ديال الاجهاض علاش يعني كان الاجهاض بعد جوج او ثلاثه الاجهاض يعني كيخصو كيكون جوج مرات جوج مرات هذه المرات كتخصنا نديروا الكشوفات والتحاليل اللي كتبين واش كاين شي سبب، اللي كاين بعض الاسباب اللي كنقدروا نعالجوها اللي كنعالجوها كيجيب الله تيسير. نتمنوا خير ان شاء الله. معنا فاطمه زهره هذه المره من الرباط. الو فاطمه زهره. الو الو فاطمه زهره. أهلا السلام عليكم سناء. وعليكم السلام ورحمة الله. سمحي لي عافاك نتردد. ما كاين مشكل. أول مرة كنهضر على الإباعة. عافاك السؤال ديالي هو أنني يلاه 3 شهور هذه باش تزوج. أها. وهذا الشهر هذا قبل هذا الشهر اللي داز كانت تأخرت لي تقريبا منفة كتجيني عادية لرجل. دابا تعطلت تقريبا شي شهر 31 يوم تقريبا. الو نعم نعم كنسمعك تفضل. وي دكتور وعافاك بغيت نسولك واش هذا الشيء امر عادي حيت دابا كنت باش كنحاول باش انني نحمل وما بقيتش عارفه وقت الاباضه لان دابا هذه شهرين دابا هذه شهرين ما جاتكش الدم. الو الشهر اللي فات اللي تاخرت عليها قالت لي 31 يوم واش 31 يوم ديال التاخر ولا 31 يوم باش جات الحيض. للاسف قطع الخط ياك فاطمه زهره نتمنى ترجعي تواصلي معنا. نجاوب على حسب ما اللي فهمت من السؤال ديالها. كاين هما حالات اما عندها الدوره جات هذه 31 يوم يعني عندها تاخير ديال 3 ايام واما عندها متاخره ب 31 يوم يعني بحال نقولوا هذه شهرين باش جات الحيض. في كلتا الحالتين كان ما عندهاش حمل دي خاصها تشوف شنو السبب علاش متاخره عليها الحيض. واخا دير استشارة طبية وشوف شنو هو السبب باش متأخر. ديال هاد التأخر. واخا معنا حليمة. وحاجة أخرى إذا سمحتي حيت قلت شنو هو فترة الإباضة فأنا ما كنصحش ما كنصحش النساء ما كنصحش النساء باش نكملها الجواب على السؤال ديالها ما كنصحش النساء أنه يركزوا الجماع في واحد الفترة بين قوسين ديال الإباضة حيت فترة الإباضة كتختلف من دوره لدوره ومن مراه لمراه فكتقدر تكون الاباضه في يوم 14 في نص الحالات ولكن في نص الحالات الاخرى كتكون الاباضه اما مبكره ولا اما متاخره. اللي كنصح به انه ملي كتنسالي الحيض الى الحيض المواليه يكون جماع بانتظام على الاقل كل يومين الدوره كلها هذه في وقعت الاباضه هذه وقع الحدود ديال التقاء البويضه بالحمام المنوي لكي تطلع يوقع حمل. حليمه من درب هذا. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. دكتور الله يخليك بغا نسولك على واحد البنت حفيدتي. مرحبا لا تفضل. أنا مرا كبيرة أنا عندك. إيه مرحبا لا تفضل. الله يكبرنا في طاعة الله. وحفيدتي دابا عندها 19 عام. نعم. هي جاتها حق الشهر النهار الأول اللي صامت جاتها واحد شي 3 شهور ولا 4 شهور كل شهر. ومن بعد ولات كتقع عليها شهرين 3 شهور. ملي كتجيها كتجيها بزاف الا ملي كتاخر الحيض كتقدر ملي تجي تجيب وفره كثيره كتجيها بزاف غادي يقدر يكون خلل هرموني وداوها عند الطبيب ودوزو ليها داروا ليها التحاليل ما خلاو ما داروا ليها راديو داروا كل شيء قالوا ليها خاصها تشرب الفانيل ديال منع الحمل. ولكن شنو هو السبب ديال عدم الانتظام؟ قالوا ليها غير حاله نفسيه هي المهم هي ملي كتكون عندها شي امتحان ولا شي حاجه كتقطع عليها ما كتجيهاش. كنا نطرقوا لهذا السبب ديال الاسباب ديال سميتو الحالات النفسيه كتقدر تؤدي انقطاع ديال الحيض ف كتحتاج بعض المرات علاج نفسي ديال سيكولوج باش تقرا بعامين وملي كيجي صافي الدريه بزاف مع الصدى مع القرايه بزاف يقدر حتى اجهاد ملي اجهاد اللي ما كيجيهاش كيخرج ليها الحبوب في وجهها بزاف وكتقلق على كل شيء على حق الشهر اللي ما جاتهاش وعلى الحبوب اللي كيخرج لها الحبوب في وجهها بزاف يمكن يكون عندها تاكس مبيضين متعدد اللي كيؤدي لعدم انتظام في الدوره وكيؤدي الافرازات ديال الهرمونات الذكوريه اكثر من العاده اللي كيؤدي لهاد الحبوب ديال الحب الشباب وكذلك النمو الشعر في
يعني زغب في البلايص اللي المرأة عادة في الوجه في الحياة وفي الأرهام طاح ليها الشعر مثلا في الدقن ديالها ولا الى عندها الزرب في الدقن ديالها ولا في الستر ديالها ولا في البطن ديالها ولا في رجليها بزاف اسمو اللي كيكون فيه النمو ديال الشعر كثير وفي هاد الحالات اللي كيكون الهرمونات الذكوريه مرتفعه كيطيح بالشباب كيكون شعر في الاماكن اللي ما كيكونش عند المراه كيوقع سقوط ديال الشعر ديال الراس كيوقع كيكون عندهم تساقط الشعر ديال الراس جراء هاد الهرمونات الذكورية المرتفعة. إذا بحال دابا في الحالة ديال هاد البنت الأحسن دير استشارة عند أخصائي في أمراض النساء. ولا خاصة إلا ما كانش سبب سبب وظيفي من المبيضين اللي كيحتاج علاج بالهرمونات ديك الساعة تشوف عند علاج نفسي عند البسيكولوج. معنا مكالمة أخرى معنا سهيلة من تونات. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سهيله. وعليكم السلام ورحمه الله. نشكركم بزاف. مرحبا سهيله. عندي استشاره مع الطبيبه. اييه مرحبا لا تفضل. عندي انا كنت مجوجه وهذه 3 سنين مجوجه دابا ما جاش لنا الاولاد. نعم اييه. الو سهيله انقطع الخط. واخا رجعي تواصلي معنا سهيله ونجوب على التساؤل ديالك. نرجع لموضوعنا دكتور انقطاع الحيض الثانوي بالنسبه للتشخيص والعلاج. نعم كما ذكرت السيده قبيله قالت بانه مع الامتحان مع سميتو كيكون واحد العصبيه اللي في حالات كاين حالات نفسيه اللي كيقدر يوقع فيها تاخر انقطاع الحيض كيكون مثلا شي وفاه في العائله شي تخوف شي صدمه نفسيه شوك افكتيف هادو كلهم كيقدروا يؤديو في بعض الحالات انقطاع الدوره الشهريه وكذلك بعض المرات كيكونوا بعض النساء كيزاولوا واحد الرياضه بصفه يعني نقولوا مهنيه بروفيسيونيل يعني كيكون واحد الجهد جسمي كثير يقدر يؤدي الخلل في الوظيفه الهرمونيه ديال الاعضاء الجنسيه وبالتالي انقطاع الدوره الشهريه فالرياضه الكثيره زايده على القياس كتقدر تؤدي حتى هي انقطاع الدوره فهمتي كاين كذلك بعض الحالات ديال كيتسمى الانوركسي مونتال يعني فتيات او سيدات ما كتبقاش عندهم الشهيه لواحد الدرجه مفرطه ما كيبقاوش ياكلوا كيوقع عندهم واحد انخفاض في الوزن ديالهم كيقدر يؤدي انقطاع كذلك في الدوره فالتشخيص كما قلنا على حسب الحالات كنقوموا بالحالات اللي هي عضويه تشخيص غير مثلا الكشف بالصدى الليكوغرافي بعض الحالات كنقدروا نلجؤوا للاشعه السينيه باش نكشفوا على الرحم نشوفوا واش كاين التصاقات في جوف الرحم ولا بالكشف بالمنظار الرحمي شي كان التصاقات في جوف الرحم اللي كتقدر تؤدي لها توقف الحيض كانت مسألة جسمية كانت مش عضوية كانت مسألة وظيفية اللي كنشوف الوظيفة ديال المبيضين كنقوم بتحاليل وكشوفات اللي كتساعدنا في التشخيص واش المشكل من المبيض او من الغدة النخامية ولا كان ارتفاع مثلا ديال هرمون الحليب العلاج ديالو موجود كاين الا كان من الامراض الاخرى اللي كنا ذكرنا الا كان السكري الا كان القصور الكلوي ولا كان القصور في وظيفه ديال الغده الدرقيه دوك كيوقع عرضهم على الاطباء المختصين في ذاك الميدان وكيوقع العلاج ديالهم ملي كيوقع العلاج ديالهم وتوازن ديال الوظيفه ملي كيوقع واحد التوازن في الوظيفه ديال ذاك الغدد كترجع للحيض العاده ديالها فهذه بالنسبه للتشخيصات العموميه فكيبقى العلاج على حسب كل حاله لان هما اسباب عضويه العلاج مرتبط بالتشخيص مرتبط العلاج ديما مرتبط بالتشخيص اذا كان مثلا التصاق في جوف الرحم كنقولوا عملي بالمنظار الرحمي لازاله ذلك الالتصاقات كان خلل في الوظيفه ديال الهرمونات نقوموا بعلاج ذلك الخلل الوظيفي اللي كاين اما تكيوز المبيض او كما ذكرنا حالات اللي ما عندناش علاج ديالها للاسف باش يوقع رجوع الدوره العاديه والاباضه والحمل وهو ملي كيكون التوقف مبكر
ديال يأس المحيض المبكي، توقف الوظيفة ديال المبيضين، منوبوز بريكوس، يعني يكون الخزان المبيض لايماش هبطت بزاف، ما كتبقاش إباضة عند المرأة، وما كيبقاش علاج لوقوع الحمل، ما كيبقاش علاج وقوع الحمل. ولكن ونصيحتي لهاد السيدات اللي كيبقى لهم منوبوز بريكوس، يعني يأس المحيض المبكر، انه يقوموا بعلاج هرموني لحالتهم، انه مازال صغار في السن، الا ما خداوش العلاج الهرموني اللي هو بالنسبه لبعض النساء شبح مخيف، ولكن هو عنده واحد ايجابيات كثيره، وبخصوص لهاد النساء انهم صغار في السن ديالهم 30 سنه. تصور هاد المراه عندها 30 سنه وتقابلها هرمونات، غادي تجيها في 40 سنه يعني هشاشات العظام وحالات اخرى في الفدات ديالها اللي مابقاش عندها الهرمونات ديال اللي كيحافظوا لها على الانوثه ديالها. من المستحسن انه تكون متبعه ومتبع العلاج بالنسبه للهرمونات. غير هو دكتور بالنسبه لياس المحيض المبكر مثلا عند فتاه عندها 30 سنه كيعطي علامات قبل، ما يمكنش يجي ويعطي ياس مبكر. لا، الفتاه او السيده عندها 30 سنه وكانت عندها الحيض وانقطعت عليها الحيض، كتجي عند الطبيب او الطبيبه وكيدير الكشوفات والتحاليل وكيوجد بانه وقع عندها ياس المحيض مبكر. فما بقاش علاج انه باش تزول هذه ياس المحيض. علامات كتسبق ولا مثلا؟ لا، علامات كتسبق كاي كالمرض ال 50 عام اللي كتجيها ياس المحيض كتقدر تجي في 30 عام، يعني حالات هي نادره ولكن كاينه ديال ياس المحيض المبكر. ف ما بقاش علاج انه يبقى حمل، لانه المبيض ما بقاش يعطي بويضات، فباش يبقى حمل كيخصو يكون بويضات. ولكن هذه المراه السن ديالها صغيره، فمن الافضل انه تتناول يعني الهرمونات ديال العلاج ديال المحيض باش تبقى محافظه على الصحه ديالها وعلى الذات ديالها. واخا غادي نختموا دكتور باخر مكالمه كريمه من الرباط. الو الو كريمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اختي كنشكركم على الاذاعه بزاف بزاف بزاف، وكنشكر الاطباء، وسبحان الله تجيونا بحال اللي كتجاهدوا في سبيل الله. بارك الله فيك، شكرا لك بزاف. شكرا لكم الوالدين انتم على الاطباء على الدكاتره اللي كتجيبوا لنا الخبراء على كل شيء. مرحبا. الله يسلمك. مرحبا. السؤال ديالي الله يجازيك بخير، انا دابا تقريبا مزوجه 19 العام هذه، وعندي دابا الدوره الشهريه ديالتي كتجيني من صاد ملي كنشرب الكينه، ولكن مؤخرا دابا شي ثلاث سنين هذه كنحس بحال كتنقص لي الدم بزاف. نعم، ومازال كتشرب الكينه؟ ايه ضروري كناخذ الكينه. شحال العمر ديالك هلا؟ عندي 40 سنه. عندك 40 سنه وعندك اطفال؟ عندي جوج وليدات، واحده الله يخليهم الله يخليهم وليدات عندها 11 عام. فخصك تعرف هلا بانه مع اقراص من الحمل اللي كتسمي الكينه الحيض كتنقص في الوفره ديالها، وهذه مساله ايجابيه ماشي سلبيه. فإلا الدم ما كتجيكش بوفره كثيره فمن الافضل، لانه الا كانت بوفره كبيره غادي تعطيك غير فقر الدم. فإلا الدم نقصت لك في الوفره هذه مساله عاديه مع اقراص من الحمل. واخا شكرا لك بزاف الدكتور عزيز سلامي، طبيب اختصاصي في علاج امراض النساء والتوليد. مرحبا. نشكرك بزاف على كل هذه المعلومات والنصائح الطبيه اللي قدمتي لنا اليوم. مرحبا. وفرصه مقبله ان شاء الله، وموضوع طبي كيهم كل النساء. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه والاستماع البرنامج اللهم ياتي لكم. تحيات وفاء فائز رفقتنا في الاخراج، وسميحه عشوبي في التنسيق واستقبال مكالمتكم الهاتفيه.
Why is it your master's food? Shouldn't you have to do it? Yeah, I'm going to do it. Why is it your master's food? I'm going to do it. Why is it your master's food? I'm going to do it.